عارفة يا بنت يا ليلى؟ شنو؟ أنا حاسس إن الأستاذ ممدوح ده بيعزك أوي أوي أوي. وشنو قصد مال أنت؟ قصد مرقانة إنك أنت نبيها وبتفهميها وهي طايرة وعندك سرعة بديهة. هذا ذكاء من رب العالمين. الحمد لله ما قلناش حاجة، بس ما حدش ينسى الموقف الجميل اللي أنت عملتيه لما خلصتيه من مليكة لما جات له البيت. آه يومي ورت أنت. أيوه يومي ورط انا، فرحانه قوي يا اختي. شوف يا فركلي، هذا البيت هنا في ياكل ايش ومله، يعني ينكرب بيت مال انت ولا ينكرب بيت بابا ممدوح. سلام، ربنا يكملك بعقلك يا ليلى. بس انت عارفه اجمل حاجه عملتيها ان انت خلصتيني من البيت الهبله اللي اسمها دنيا دي. وشنو فركلي في كلسة والبنات؟ انت ليش كتار دنيا اصلا؟ والله مش عارف يا ليلى، كنت طايق في دماغي، مهبول مخبول مسحور يمكن. يلا كل شيء نصيب بقى، هنعمل ايه؟ شكرا. دلع السلامة ليه؟ انت كنت عيانة ولا حاجة؟ فركلي انت في انسى انت في ودي انا مستشفى في جيبي الهين؟ ايوه ودي انا المستشفى. لا الحمد لله على السلامة يا ليلى، الحمد لله على السلامة، الف سلامة. والله يا عثمان الواحد من كتر الحكايات اللي في البيت ده ما عادش فاهم الحقيقة من الخيال. الله يكملك بعقلك يا رب. الله يكملك بعقلك يا رب. سلام. يا رب.